اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا بيك معالي الوزير. حضرتك جيت واكيد عملت تقرير باللي انت يعني شفته وباللي انت عملته. ايه اهم ما جاء في التقرير؟ ايه اهم يعني انجازاتك في هذه الرحله وهذه المهمه اللي هي اول مهمه يمكن تكلف بها بعد ما حلفت اليمين؟ هي فعلا من اول المهام اللي انا كلفت بيها من دولة رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، ان انا اروح هناك. والحقيقة كان موجود قبل انا ما اروح دولة او معالي وزير الاوقاف. انا كنت رايح من الناحية الطبية البحتة اساسا. انا سافرت يوم الاربعاء بعد اجتماع مجلس الوزراء، وصلت الى جدة، قابلني قنصل مصر في سفارة جدة السفير عادل الألفي. رحت الحقيقة الأول كنت بحاجة في المصابين. شفت الأول المصابين في مستشفى الحرس الوطني من المصريين البقايا من الحادث. شفتهم كلهم الموجودين في هذه المستشفى، وكانت بتمنى الصحية. دي نقطة تانية، أنا كنت بديهم رسالة إن أي مصري يحب إن هو يتم نقله إلى مصر في أي لحظة، احنا متكفلين مصرية على حساب الدولة المصرية. وهم لقيتوا الحقيقة هم كلهم برضو الحاجة اللي أنا عايز أنوه ليها، إن الرعاية الصحية اللي منحت للمصابين في المستشفيات في المملكة العربية السعودية كانت على كفاءة عالية جدا وكاملة ومظبوطة. دي جانب. الجانب التاني، أنا قابلت معالي السعودي المهندس خالد الفالح، وكان الهدف من اللقاء ده تيسير بعض المهام. أولها ان احنا كانت كل المعلومات اللي بتصل الى البعثات المصريه في المملكه العربيه السعوديه بتيجي باجتهادات شخصيه دون ان تجينا معلومه رسميه من السلطات السعوديه. والحقيقه هو هذا اللقاء تم تذكيل هذه العقبه، وبقالنا كل يوم صباحا الساعه 9 و9 ونص من السلطات السعوديه بيان باعداد الوفيات، بالمفقودين، بالمصابين. كل يوم الصبح 9 ونص بيجي لنا بيان رسمي مختوم ومعتمد من السلطات السعوديه، وبالشكل ده نقدر ان احنا نحصر اكثر المصابين الموجودين والمفقودين الموجودين. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا طلبتها منهم ان احنا يسمح لينا كبعثه مصريه من دخول مشرحه المعيصم الموجوده في مكه المكرمه، عشان يقدروا اهل المفقودين ان هم يتعرفوا على المفقودين منهم من الجثث الموجوده هناك. وفعلا انا تاني يوم اللي هو يوم الخميس رحت مشرحه المعيصم باصطحابي، وكان معايا معالي السفير عادل الالفي، ودخلنا مشرحه المعيصم واحنا اول وفد رسمي لدوله في العالم ان احنا نخش مشرحه المعيصم. وقابلني هناك القائمين على العمل من وزاره الداخليه، وسمحوا لي ان انا ادخل هذه المشرحه، وانا بالتبعيه طلبت ان المصريين الموجودين هناك يقدروا يخشوا هذه المشرحه للتعرف على جثث ذويهم. وفعلا دخلوا وقابلوني وحتى صوروني وعملت لقاء معاهم داخل المشرحه. اكتر من كده، سمحوا لي التلفزيون المصري انه يخش معايا بمرافقتي جوه مشرحه المعيصم، وعملت لقاء مع التلفزيون المصري في وجود وكيل وزارة الصحة وفي وجود مسؤول الأمن عقيد اللي كان موجود هناك والرائد اللي كان هناك جوه مشرحة المعيصم. فدي الحقيقة كانت سهلت كتير جدا للبعثات في الحصول على المعلومات عشان نقدر نعرف يتعرفوا على المفقودين. كملت جولتي في كل المستشفيات الموجودة هناك، رحت مستشفى النور شفت المصابين، رحت مستشفى شرق جدة شفت المصابين، رحت مستشفى الملك فيصل في مكة شفت المصابين، وبعد كده رجعت بعد كده تاني رحت جدة شفت المستشفى الجامعي لجامعة للطب جامعة الملك عبد العزيز في جدة. هدف كل ان انا كنت بشوف كل المصابين اللي كانوا موجودين. سافر الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف يوم الخميس، اكملت انا مع البعثات يوم الجمعه والسبت لغايه الحد النهارده الصبح عشان نشوف استمراريه، مع طبعا وجود السفير المصري او قنصل مصر العام السفير عادل الالفي. الحقيقه بالتعاون مع البعثات هناك كده بقت العمليه مستقره تماما. البعثات بتجيلها التقرير من السلطات السعوديه، بيقعدوا بيطبقوا هذه التقارير مع التقارير سابقة، بنطلع تقرير رسمي واحد، بينشر التقرير ده بالوفيات والمفقودين على موقع وزارة الأوقاف زي ما هو، بحيث ان الناس تقدر تتابع هذا الكلام.
الشيء الثاني المهم اللي احنا طلبنا النهارده او كان مهم عندنا جدا، ان احنا الناس المفقودين دلوقتي، احنا اعلنا دلوقتي انا في المؤتمر الصحفي ان المفقودين اهليهم من بكره يقدروا ان هم يتوجهوا الى مستشفى من ثلاثه، يا اما مستشفى دار السلام وهيتوجه ليها اهالي المفقودين من حجاج السياحه، يا اما مستشفى الشيخ زايد آل نهيان موجوده في الاوتوستراد هيتوجه اليها حجاج الجمعيات اللي هم التضامن وحجاج القرعه، يا اما مستشفى معهد ناصر هيتوجه اليها الفراده من المفقودين والنوعيات الاخرى اللي كانوا موجودين في المملكه العربيه السعوديه وراحوا يحجوا. هناك هنقدر ناخد منهم عينه الدي ان ايه، هتم هذا الكلام او تم هذا الكلام بالتعاون مع وزير العدل سيادة المستشار احمد الزين، كلف اربع فرق هيكونوا موجودين في المستشفيات، هتبقى موجوده عربيات اسعاف تسهيل التحرك ما بين المستشفيات وبعض، هيتاخد منهم عينه من الدم من اهالي المصابين قلنا او المتوفين او المفقودين، ونقدر نعمل منهم عين دي ان ايه اللي هتطلع في خلال اربع ايام او خمسه، هنبعتها للسلطات السعوديه تضاهيها بعينات الدي ان ايه اللي اخذت من الجثث اللي موجوده هناك من المتوفين، وبالتالي نقدر ان احنا نحصر المفقودين اللي كانوا وصلوا امبارح بالليل الساعه 2 فجر امس كانوا 96 مفقود. كده نقدر ان شاء الله الناس تعرف طيب اهاليها موجودين فين، ويصل ان احنا نقدر ان احنا نحقق نوع من انواع الهدوء للمصريين.